أنا أولاً طبعاً بنتهز الفرصة نقدم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد لسيدنا صاحب الغطة والقداسة البابا الأنبا تودوس الثاني، وسيدنا نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس الأورشليم والشرق الأدنى، وسيدنا الحبيب نيافة الأنبا أرمية رئيس المركز الثقافي القدس الأرثوذكسي. بالنسبة لحقوق الأقباط الأرثوذكس في كنيسة القيامة، هو كنيسة القيامة فيها خمس طوائف لهم الحقوق في ممارسة الشعائر الدينية. خمس طوائف. الطائفة الأولى طائفة الروم، خمس طوائف. طائفة الروم الأرثوذكس اللي هم الجريك اليونان. يونان. وتاني طائفة الأرمن الأرثوذكس اللي هم الأرمنيين. وتالت طائفة اللي هم اللاتين اللي هم الكاثوليك. ورابع طائفة الأقباط الأرثوذكس المصريين. وخامس طائفة طائفة السريان الأرثوذكس. الطوائف طبعا هي مقسمة حسب الممتلكات وحسب الحقوق، لكن النور المقدس مثلا النهاردة طائفة اللاتين مش تحتفل معانا ان هم عايدوا قبلنا بفترة طويلة، لكن النهاردة اللي هيحتفل بالنور المقدس اربع طوائف فقط: طائفة الروم الارثوذكس والارمن الارثوذكس والاقباط الارثوذكس والسريان الارثوذكس. تمام. التواجد القبطي، التواجد القبطي قديم جدا للكنيسة القبطية، واحنا تعتبر الكنيسة الوحيدة في العالم اللي ليها كنيسة خاصة بيها في ممارسة شعائرها الدينية، هي كنيسة رأس القبر المقدس Head of Tomb of Jesus. دي الكنيسة الموجودة على رأس القبر المقدس، وبرضو ده للعلم ناس كتير ما تعرفش كده ان دي الكنيسة الوحيدة اللي متجهة ناحية الشرق في الصلوات بتاعتها. باقي الكنائس حسب وضع كنيسة القيامة وحسب المقدسات اللي موجودة فيه بيبدأوا هم يحطوا المذبح ويصلوا، لكن كنيستنا احنا الكنيسة الوحيدة اللي متجهة ناحية الشرق، والكنيسة الوحيدة اللي محدش بيشترك معنا في الصلوات فيه. كنيسة رأس القبر المقدس Head of Tomb of Jesus لينا حقوق صلوات فيها ثلاث أيام في الأسبوع. طب هم ليه سموها والجمعة ليه سموها رأس القبر المقدس يا ابونا؟ علشان تحت المذبح بتاعها الحجر اللي كانت رأس السيد المسيح لكل المسيح كانت مسجاه عليه في القبر المقدس. ان القبر المقدس بينقسم الى جزئين. كنيسة القيامة كنيسة كبيرة، في وسط كنيسة القيامة بنلاقي القبة اسمها قبة الأناستاسيس، هي قبة القبر المقدس، دي عبارة عن غرفتين داخل بعض، غرفة كبيرة وغرفة صغيرة. الغرفة الكبيرة اللي من بره اسمها معبد الملاك أو غرفة الملاك، ودي فيها جزء من الحجر اللي دحرجه رئيس الملائكة ميخائيل موجود في منتصف حجرة الملاك دي. كان الحجر ده مكشوف لغاية الأربعينات، كانت الناس بتخش تلمسه وتشوفه، لكن طبعا خوفا عليه ان هو يبدأ ان هو أي حد ممكن يعبث به أو الناس تاخد منه أجزاء للبركة فغلفوه بالزجاج، لكن اللي يبص عليه بيشوفه طبعا. بعد كده الحجرة الداخلية اسمها المضجع السيدي، وده المكان اللي كان مسجى عليه جسد ربنا يسوع المسيح. السيد المسيح كان مسجى جسده في هذا المكان، ورأس السيد المسيح كانت تحت المذبح بتاعنا بالضبط. المساحة الموجودة في المضجع السيدي دي فيها جزء تحت المذبح بتاع كنيستنا رأس القبر المقدس، ان كنيسة رأس القبر المقدس جزء من القبر المقدس نفسه. فاحنا محتفظين بالحجر الاساسي اللي كانت رأس السيد المسيح عليه تحت المذبح مكشوفة، واللي بيجي يزور كنيسة القيامة ممكن يضع يده مكان هذا الحجر وياخد البركة. لكن المضجع السيدي جوه طبعا مرتفع شوية عن الارض عشان بيصلوا عليه قداسات وبيقدسوا عليه، فمغلب بالمرمر كله من فوق. المكان اللي كان عليه جسد المسيح بيبقى موجود تحته شوية، حوالي مثلا 35 سنتي أو 40 سنتي. فعشان كده سميت هذه الكنيسة برأس القبر المقدس. دي أول حاجة. ده سبب التسمية. باقي الحقوق بتاعتنا بقى. باقي الحقوق بتاعتنا، احنا حقوقنا احنا بنصلي قداسات أربع وجمعة وأحد. ولينا حقوق طبعا في دخول بمواكب رسميه في الاحتفالات المقدسيه الموجوده هنا عندنا،
يعني مثلا كل الصوم الكبير نحط في موقف رسمي بدخول نيافة متوانى القدس الأورشليمي مع الأباء الرهبان والأخوة الشمامسة كلهم بيدخلوا في موقف إلى داخل كنيسة القيامة يوم السبت لعمل تسبيحة عشية سبت الصوم الكبير، ويوم الأحد صلاة القداس، ولينا حق دخول القبر المقدس بناخد بركة القبر المقدس قبل القداس. والحقوق دي مستمرة، يعني مثلا احنا حقنا أربع وجمعة وأحد، حتى في أيام البسخة مثلا يوم الأربع بنصلي البسخة في ميعاد القداس بالضبط، يعني الحق ده محتفظين به طوال أيام السنة بصلواتنا الليتورجية بتتم فيه، سواء كانت بسخات أو كانت قداسات أو عشيات. برضو لينا من الحقوق بتاعتنا لينا مكانين، المكان ده بيسمى تخت يقيم فيه الآباء الرهبان المكلفين بخدمة القبر المقدس، لينا تخت شمال الداخل لكنيسة القيامة بعد حجر التطيب على الشمال، ولينا تخت آخر قدام كنيسة رأس القبر المقدس كنيستنا احنا، هي كنيسة المسبح ده فيها مسبح باسم ست العذراء، لينا تخت دورين بيقيم فيه الآباء الرهبان اللي هم مكلفين بخدمة القبر المقدس، وطبعا في الإعداد والترتيب للخدمات الطقسية بتاعتنا، وبنحتفظ بيه بالملابس الخدمة والشوارع كل حاجة. طيب بالنسبة ضمن الحقوق اللي بتتقف بالنسبة لدير السلطان قدسك، دير السلطان هو دير قبطي، للناس اللي ما تعرفش ايه مشكلة دير السلطان، دير السلطان دير قبطي من مئات السنين، الكنيسة الحبشية كنيسة شقيقتنا في الإيمان وتعتبر بنت الكنيسة القبطية.